الطريق إلى وادي قنديل في محافظة اللاذقية صور جمال ونقاء وذكريات ما تزال أم شادي تحتفظ بها. حياة بسيطة متواضعة هي جزء لا يتجزأ من حكاية عمر جميل. نحن ضيعت وادي قنديل بقلولة هون، أخلقنا ثاني يعني بهالضيعان أخلقاني فيها لهالضيعان، وعشنا حياتنا يعني بالشغل بالأرض إذا بدك. بيتنا بيت تراب، عرفتي كيف؟ وعائلة بسيطة يعني، والجيران كلياتنا نحن نحب بعضنا، نساعد بعضنا بالأرض يعني أنت عندي دخان اليوم، نروح نساعد بعضنا عند الحصيدة، اليوم عندنا، اليوم عند جارنا، يعني نساعد بعضنا كثير، ويعني بالحصيدة بالدخان بكل شيء خالته، عرفتي كيف؟ يكون في مثلا حاطين نقله دغال، يعني هيك شجرات يحطوا مدار الواحد أو شرشف أو شي شغلة، ينطروا بعضين برا يتحموا على النهر ويلبسوا كامل بلا نحمل هالغسيل من غاسلينه ونشرنا على هالدغال على هالشي. هاي كانت حياتنا أول شيء، والحمد لله والدنيا هلا تطورت بكل شيء، شفتي كيف تطورت الحياة، وصار مثلا المي صارت بالبيت، الكهرباء صارت بالبيت، هلا يعني ما بقى مثل أيام قديم، وهي قدر ما كانت يعني أحيانا صعبة بس يعني حلوة ومرة كانت، يعني عرفتي كيف؟ يعني صحيح كانت الحياة قاسية بس تحسي حالك صراحة أحسن، يعني هلا هالدنيا تغيرت هالشيء، هالغلاء وهالشيء، وهذا اللي ما فينه بقى يجوز ابنه، هذا كانوا يتجوزوا بغرفة وحدة، هلا بدنا قصور. لخبز التنوري حكاية أخرى يجتمع حولها الصغار والكبار لمساعدة بعضهم، وللحكاية تتمة مع بقاء باب التنور مفتوحا لكل عابر سبيل خاصة في ليالي الشتاء. كنا نعجن أول شيء العجين، نعجنه تا يطلع، نروح نخبز على التنور جوز جيران، نساعد بعضنا، اليوم أنا عندي أنت عندك، يعني نساعد بعضنا بالخبز، تخلص هاي تروح تجيب هاي، نجيبه لهالخبز نحطه نقله ميزر، نلفه بميزر ونحطه هاي. يوم يعني بدك تعدي حالك يومين تضلي تخبزي، ما فيني يفوزوا كل ما عطر شغلين كل ليلة يفوزوا 50-60-70 خبزة الواحد. لم يعد للمنجل اليدوي الحديدي اليوم مكان بارز في موسم الحصاد مع تطور الآلات، لكن ذكراه تنساب بين ذكرياتها ملامح جميلة لموسم كان وما زال من صور الريف الحية. أول ما نحصدها ونكومها كانوا يدرسوا أول شيء، هاي ما قلت قبل هلا هي أنا عزماني أنا، يعني أنا كانوا يدرسوها على يعني على الدبات مثلاً الفراس شيء يعملوا هاي، يقولوا له مرج، المرج كانوا يحطوا له صلات من تحت ويبرموا تبرم هالدبة هيك، يجي بقى هالمواطن بس ما بعد ما يدوب ينطحي يجي يكوموا بالمدرة، عرفتي كيف؟ يكوموا لهالحنطة وبقى يجي يدروها هاي تحت تدرى هالحنطة، بقى يجي هاللي يطلع فيها تراب، هاللي يطلع فيها، يعني كانت حياة كثير قاسية. وبعد مثل ما قلت لك تطورت هالدنيا، صارت هالدار وصارت الحصادات، يعني ارتحت العالم حاطه، يعني كثير ارتحت للعالم الحمد لله بالنسبه لهيك. طقوس وعادات قديمه لها طابعها الخاص في ذاكره ام شادي، حفل الزفاف او العرس الشعبي. هلا مثلا هالجيران كلياتهم بدل ما نبعث لهم كارت لا ناخذ المنشف، يعني مثلا بكره اليوم عرس يروح هاد من الضيعه من حي الله انسان شاب، روح زملي الضيعة هيك يكون عيطينه دس مناشف، يروح لك الواحد بواحد الأقرباء بزيادة هاي يخطعوا لهم فستان قطعة قماش أو كيلو قهوة أو يعني هيك أو قميص أو شي شغلة هيك، يعني الكبار الأقرباء هيك يقطعوا لي، عرفتي كيف؟ والجيران والهاي يبعثوا لي المنشفة، يعني لا يوم العرس يعني يجوا، أحيانا يضل العرس يومين يدق الطبل والزمر يومين، عرفتي كيف؟ يعني ما مثل هلا فورا يومين يضل احيانا
جيبوا يعملوا محشي، يعملوا برغل فراريج، ويعملوا يمدوا يجيبوا على الطاولة يعني يعملوا هيك ويعشون. وإذا عالم محل بعيدي مثلا جاي من غير محل بدي يناموا عنا، أبي سيارة تاخذي ولا في جهة، كانوا يغنوا يعني، بس أكثر طبي يدقوا على الطبل يعني قليل، يعني اللي صوته طيب يغني له غنيتين شيء، والما هاي ما بيعرف في عالم بتعب بظنه، بس شو يعني أكثر طبي على الطبل يرقصوا يعني هيك وياهم. كان يبعثونا على الارض نلعب، ننزل نلعب بالمحل كنجيري مي بالشتاء نلعب يعني، ولاد يعني حياتنا نلعب بالتراب، نلعب بالحجار، نلعب نعمر هيك ننبسط يعني. يعني نعمل لعبه بنت بشراطيط نعملها العود، نعمل بنت هلا صار يشترون مشترى يعني، نعملهن على ايدياتنا بنلعب فيها عود، نعمل له ايدين براس، نجيب طب الكازوزي اذا ما في هي او زراره او شيء، ونعمل له شو نكتب له هي، نجيب نعمل لعب يعني بدل لعبه هلا اللي كنا جاهز هيك كنا نعمل نحن. سهراتنا كان نسهر عند بعضنا الجيران، نسهر عند بعضنا كلها تجي في اليوم عندي بقرا عندي بعدين يسهروا يعني، يكونوا عاملين قله مصيبه يقعدوا برا أو يكون، وبالشتاء يروحوا لعندي يكونوا حاطين هلا قلوا شمانية يعني فيا عرفتي كيف، يخدم حيط هالطفية مثل هاي ويتدفوا هذا قلوا الكراز أبريق يعني أبريق، في منه قلوا دبليز هذا نحمله على ظهرنا هوني وإله إيد مثل هذا تحطي على ظهرك وتكمشي هالكمشي، هاي المرة الشاطرة تحمل اثنين واحدون وواحدون تحط إيدها هيك، هذا دبليز بقلوا له هذا كراز يعني أو أبريق يعني هيك. وشو كنا نحب كنا ولادات نروح تنجيب لنا مي بهذوني الصغار تنظف مكان ولادات نحن، بعد اللي كبرنا نشوف حالنا نحن التبليز نعمل الجرة وهيك. كانوا ياخذوا العروس إذا بعيد يجيبوها على الفراغ، وإذا قريب مثلا هلا مثل هون بالضيعة يجيبوها مشي عرفتي كيف؟ يعني مسافة 50 متر 100 متر يجيبوها، بس السيارات ما كان في أول يعني يعني وهي، بس هون بضمن الضيعة يجيبوها على الفرس عرفتي كيف؟ بيجيبوا لك هالعجينة هالتغريس الخبز بيقولوا لك الزقية طلت أحيانا في بقى بيقولوا هي وين بتحطها؟ فوق الباب لصقت بفقصولة هرت يعني بيقولوا هاي أستاذة الأسقي تقولوا والله شاطرة هاي خبازي شاطرة هيك. أولي كانوا الأولي كانوا يذبحوا الضيعة تذبح لها مثلا عجل وتقصبوا يشتروا كل ما كان فيه الصينية، تشتري هذا اللي بيشتري كيلو هذا بيصيني طبع كل واحد هو، ويعملوا مثلا فين كبي قروص هيك بالنسبة لللحمة، ويعملوا كعك كعك هاي بيقولوا له كعك يعملوا بالزيت وسمسم وهي وبالزغ بتصير هيك. بالرغم من التطور الحضاري والثقافي ما زالت تحتفظ هذه القرية بعاداتها وتقاليدها البسيطة كجزء من تراثها وكيانها الروحي والعقائدي.